حاجة جميلة. أنا يعني لسه بقول إنه أكيد التدريبات بتاعتهم بتاخد وقت. وهم أنتوا خلصتوا دراسة ولا لسه؟ لسه صح؟ لا لسه لا لسه لسه. بيعملوا إيه معاكي في التدريبات طيب؟ والله هو في الاول كان الموضوع صعب لان كانت الامكانيات قليله وكانت البطوله على ملعب سباعي، واحنا كنا بنتمرن بس على ملاعب خماسيه لان دي كانت الامكانيات المتوفره وقتها. بعد ما حصلنا على اول كاس اقليمي اتعمل في مصر في توليب الزهراء، وده كان في دوله الامارات ودوله تونس، فتره الاعداد كانت قليله لقله الامكانيات، وده اللي احنا بنناشد بيه ان يكون في رعاه، يعني البنات تستاهل، أيوة لان في جدا وقت قصير جدا قدروا يحققوا ثالث عالم. يعني لو في امكانيات متوفره سواء من وزاره الشباب والرياضه زي ما حضرتك بتقولي او شركات رعايه، لان الاولمبياد الخاص ده يعني كيان محترم جدا، وانا يمكن اول مره اشارك فيه وليا الشرف انا والمجموعه اللي شاركنا فيه ان احنا نكون جزء، بس لان في ناس ورا الكواليس بتتعب بشكل كبير قوي، سواء كابتن محمد سرور، كابتن حسن، دكتور اكرامي، دكتور باسم، مهندس ايمن، مهندس هاني، ناس كتيره جدا بتشتغل مش باين دورهم، لكن هم بيعملوا دور كبير قوي. والبنات ذوي القدرات الخاصه مش بس يعني بيبذلوا مجهود قليل، لا ده هم بطلات في العاب تانية. يعني معانا رحمه بطله في الباسكت وبطله في السباحه، بياخدوا ميداليات ذهب واول عالم، ويعني ليهم قيمه كبيره قوي. احنا لينا الشرف ان احنا معاهم، سواء سما، ياسمين، رحمه، ايه، هدير، دول البنات اللي بجد يستحقوا تقدير هم واولياء امورهم. فانا تعبوا معايا الفتره دي، طبعا اربع تمرينات كانوا في الاسبوع، كل تمرينه ساعتين في اليوم الواحد، والصبح بدري، وكانوا بيصحوا اولياء امورهم يجيبوا مترو ومواصلات، يعني كانوا بيقدروا يوفروا لهم امكانيات ان هم يدوهم بدلات للموضوع. بس برضو الموضوع كان مرهق جدا بالنسبه لهم ان احنا مش قادرين نعمل معسكرات مغلقه لقله الامكانيات، والناس كانت بتبذل قصارى جهدهم بصراحه. استحملوني لان انا في الشغل بكون عنيفه جدا، في نفس الوقت بقول ان احنا لازم نستحمل ده عشان نقدر نكمل. بناتنا اللي كانوا بيساعدوا الشركاء اللي كانوا في التمرين كانوا بيجوا على نفسهم وعلى دراستهم وعلى حاجات كتيره قوي عشان يقدروا يخدموا المنظومه، وده نجحنا ووصلنا ان احنا نبقى في مكانه كبيره جدا في العالم. العالم كله كان بيتكلم علينا في الفتره اللي كنا فيها في شيكاغو. عايز اعرف يعني ردود فعل العالم او الدول اللي كانت مشاركه في الاولمبياد الخاص، كانت ردود فعلها ايه على فريقنا المصري؟ يعني احنا لما حلفنا الحظ ان احنا نلعب اول مباراه كانت كوريا، كان المكسيك والهند اللي معانا في المجموعه تعادل اول ماتش، فاحنا قلنا للعيبه ان احنا لو كسبنا فاحنا اول مجموعه من اول ماتش، وده هيعمل صدى كبير قوي ويخلي لكم اسم. احنا ما كناش بصراحه رايحين ناخد ميداليه ولا، والناس قالوا لنا هنا سواء وزير الرياضه او القائمين على العمل بالاولمبياد الخاص قالوا لنا روحوا شاركوا، لان دي اول مره تتعمل منذ 50 سنه واول مره تتعمل واول مره مصر تشارك. فقالوا لنا مش لازم ميداليه، لا احنا رحنا وحطينا رجلينا في اول مباراه، بقينا اول مجموعه، لقينا منتخبات الولايات زي اوروجواي وفرنسا وايطاليا والولايات المتحده بيقولوا وقاعدين ايجيبت وبيمسكوا علمنا وبيشجعونا وبيتصوروا معانا. كان الموضوع بقى احنا ابتدينا ندخل في اجواء تانية خالص غير اللي احنا رايحين لها. الحمد لله اول مباراه خلصت 4-0 والثانيه 3-1 على الهند، والمباراه الثالثه كانت على المكسيك 5-1. فمصر سمعت، السفير المصري محمد بيه ابو الدهب كان بيقول ان هو فخور ان اول مره فريق يجي من مصر ويمثل التمثيل ده في وسط دول اقتصادها زي كوريا مثلا، يعني تقريبا بيوازي الاول او الثاني على العالم. يعني الموضوع كان كبير ان احنا بنحط اسم مصر في مكانه تانية، بناتنا ودمجهم بالمنتخبات التانية، ان انا بدل تيشرت مع كابتن فريق البرازيل وتتصور وتنزل. انا دلوقتي البنت لعيبه بتاعت منتخب البرازيل عندي على السوشيال ميديا بتحط صورتها وهي لابسه تيشرت مصر، دي برده حاجه كبيره جدا وقيمه كبيره جدا طبعاً لينا طبعاً. ونقله تانية للكره النسائيه زي ما حضرتك قلتي ان احنا بقينا في مكانه تانية. نتمنى الفتره اللي جايه نبقى عند حسن ظن سواء رئيس الجمهوريه الفخر الكبير والتكريم الكبير، وزاره الشباب والرياضه، اتحاد الكوره، الاولمبياد الخاص، ان احنا مش بس نبقى ثالث عالم، لا ان شاء الله باذن الله نبقى اول عالم ونحط مصر. احنا ننظم كاس عالم للاولمبياد الخاص ودي اللي بنسعى عليها الفتره اللي جايه باذن الله. انا بتهيالي انتوا يعني هرمونات السعاده كلها دلوقتي، اعتقد انه مش بس كره القدم الرجاليه بس اللي ممكن تخلينا سعداء. احنا لو بصينا حوالينا كده وشفنا ابطالنا، كم الابطال الموجودين في البلد، هنبقى سعداء طول الوقت. يعني انا بشوف ناس بتبقى زعلانه او بتتنكد نكد غير طبيعي لما فريقهم بيخسر، فاحنا عندنا بطولات بيجيبوا بطولات كبيره ومهمه.